فقال محمد صلى الله عليه وسلم مين؟ ايوه، لانه شو معنات الآل؟ الآل ما يلي من يقول إلهم الانسان او يقولون إله بايش؟ بنسب او تابعية؟ بنسب او تابعية؟ من يقول إلهم او يقولون اليه بايش؟ بنسب او تابعية. بالنسبة لآل الرسول في آلين، في ناس بيقول إلهم في النسب، وهدول مين؟ هم بيجتمعوا في آل عبد المطلب وآل هاشم، تمام؟ هدول اللي بيقول الرسول إلهم، لاحظوا قالوا آلين، آل بيقول إلهم هو آل عبد المطلب وآل هاشم، وآل بيقولوا إله إما بنسب أو تابعية. مين بيقول إله بنسب؟ بس نسوانه وبنته. ابن بنته بيقولش إله بالنسب، بنته لأنك بنت مين؟ بيسألوا فاطمة بنت مين؟ بتقول بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وبيسألوا الحسين ابن مين؟ بيقول ابن علي رضي الله تعالى عنه. الحسن بيقول لمين؟ لعلي. وفاطمة بتقول لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. وزوجاته بيقولن لمين؟ بيقولن إله بصفتهن أهل بيت أولا. ولذلك شو قالت عائشة؟ إن كنا آل محمد، لحظة، إن كنا آل محمد، تقصد آل محمد، هكذا نعرف مين هم، لنمكث شهرا ما نستوقد نارا إن هو إلا التمر والماء. يعني أكلنا، يعني إحنا يا أهل بيت الرسول. بس شو قالت؟ إنا كنا آل محمد. مين بتتكلم؟ عائشة. لأنهم بيقولن للرسول ولا بيقولنش؟ بيقولن للرسول، تمام؟ بيقولن للرسول. طب وبنته بتقول له؟ نعم. ابن بنته بيقول له؟ لا، هذاك بيقول لأبوه، بيقول لأبوه. انتوا كل واحد فيكم من آل مين يعني؟ من آل اخواله ولا من آل عمامه؟ ها؟ الواحد فينا. هذا كلام كله احنا من تحريفاتنا، احنا من تحريفاتنا. نسوانه من آله اكيد، وهينا جبنا الحديث. ان كنا آل محمد لنمكث شهرا، شهر كامل، لاحظوا، شهرا ما نستوقد بنار، ما بيوقدوش، بطبخوش يعني، بطبخوش. ان هو شو كل اكلهم؟ ان هو الا التمر والماء. ولذلك انتم بتصلوا، سبق قلنا، بتصلوا في الصلاة، في الصلاة على مين؟ على من يقول الى محمد بتابعية. اذا لما تقول اللهم صل على محمد اليوم وعلى آل محمد، مين المقصود؟ الذين يقولون اليه بتابعية واعتقاد. طب فاطمة بتقول له ولا بتقولوش؟ طب ما هي برضو تقول له بتعبية واعتقاد، بيجي الصلاة عليها كمان، تمام؟ اما في غير فاطمة يعني ونسوانه بقولن له للرسول صلى الله عليه وسلم بنسب. الان مين بقول باعتقاد؟ كل المسلمين الذين يتبعون، لانه اصلا في اللغة سبق قلنا الآل هو من يقول لهم الانسان او يقولوا له بايش؟ بتابعية او نسب. ولذلك آل فرعون مش معناته اللي كاينين يعني مولودين من جد ولا فرعون، كل من كان يقول إله آل فرعون، كل من كان يقول إله. وإلا والله محسنها قرايب الرسول اللي جاموا اللي جوا من نسله خصوصا، وهو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم من أصله، أصلا ما فيش حدا بقول له إلا فاطمة ونسوانه بس، تمام؟ ما كان لا يكون عادي بدنا نصير نصلي احنا في الصلاة على الفجرة وفي منهم شيوعيين وفي منهم ظلمة وفي منهم طغاة وفي منهم كل بيقول لك بنقرب للرسول صلى الله عليه وسلم، هذول اللي بنصلي عليهم بالصلاة. انت تصلي على كل من آل الى الرسول صلى الله عليه وسلم بتابعية واعتقاد. واذا في انسان بنحرف حتى ممن يقولون له نسبا، لو افترضنا انقطعت الصلة،